بسم الله والابن الروح القدس لا واحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته الان وكل اوان ظهر الظهور كلها امين. نقرا نعمه ربنا بعض الاعداد من انجيل معلمنا لوقا البشير الاصحاح الاول من عدد 26. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره إلى عذراء مخطوبة للرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت استحبلين وتلدين ابنا ما تسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب إله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية، من ربنا المجد دائما أبديا أمين. أنا بشكر أبائي ملائكة هذه الكنيسة اللي دعوني لكي أخذ بركتكم في هذه اللحظة المباركة. وفي الحقيقة أبونا بلغني أن أتكلم عن أحد القديسين، فقعدت أفكر يا ربي ارشدني نتكلم عن مين. نتكلم عن مريرجس. طيب مريرجس مات ثلاث مرات وآمن، ما أقدرش أموت ثلاث مرات وأقوم. أتكلم عن مين بس في القديسين اللي هم يعني أحسن حاجة أقدر أتكلم عنها، ملكة السمائيين والأرضيين، ملكة كل الفضائل أمنا العذراء مريم، مع إن هي ملكة جميع الفضائل، لكن نقدر نتمثل بيها ونتعلم منها ومن فضائلها. أمنا العذراء تباركنا الليله دي كلنا، وتشفع فينا، وتعطينا قلوبا مشتاقه لسماع كلمه الله. طوبى للجياع والعطاش الى البر فانهم يشبعون، وتعطي كلمه من الروح القدس يختفي المتكلم ويظهر روح الله في هذا المساء. هنتكلم عن أربع فضائل فقط، هي فيها فضائل كتير قوي، هي مليانة، الإيمان والمحبة والصلاة والكل كل 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 الفضائل اتجمعت فيها، لكن اختصارا للوقت نتكلم عن أربع فضائل هنذكرهم بالترتيب واحدة ورا واحدة. أول فضيلة نتكلم عليها الليلة دي هي احتمال المديح والكرامة، احتمال المديح والكرامة. من خبرات أبائنا القديسين بيقولوا احتمال المديح أصعب من احتمال الإهانة. كون الإنسان يحتمل إهانة أسهل له من أنه يحتمل المديح ولا يتأثر به. العذراء مدحتها كل الأجيال أكثر من رئيس الملائكة الجليل ميخائيل يمتدحها، يقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. ستحبلين وتلدين وإلى آخر. كرامة ما حدش وصل لها أبدا. امتدحتها أليصابات، امرأة زكريا الكاهن،
وقالت لها من أين لهذا أن تأتي إلي أم ربي؟ شابة صغيرة عندها 13 سنة تسمع الكرامة دي كلها والمديح ده كله، لا تنتفخ ولا تتكبر ولا حاجة من ده كله، تقول للملاك أنا ده أمة الرب، أنا أمة الرب، أنا عبدة الرب، أنا خدامة الرب. الأمة على فكرة أقل من العبدة كمان، وتقول لي عليه صبات نظر إلى اتضاع أمته، أنا الذليلة المسكينة. الإصابات تمتدح والملاك يمتدح وهي تقول أنا الذليلة، أنا المسكينة، أنا الضعيفة، أنا ولا حاجة. يا ريتنا نقدر نتعلم إن إحنا ما نتأثرش بالمديح ولا بكلام الناس علينا. ده فيه ناس كلمة توديهم وكلمة تجيبهم، يعني كلمة تخليه يطلع فوق وكلمة تخليه ينزل تحت. في ناس لو ما نالوش كرامة يفقد سلامه، بيبقى في حاجة صعبة أوي، يعايش عاوز الكرامة وعاوز المجد. رب المجد نفسه بيقول مجدا من الناس لست أطلب. تعالوا نشوف مردخاي وهامان. هامان عاوز الناس كلها وهو داخل القصر تسجد له. مردخاي رجل بيعبد ربنا لا يسجد لبشر. على فكرة السجود على أنواع، في سجود العبادة وفي سجود الإكرام اللي احنا بنسجد يعني قدام أبائنا مطارنا، وده سجود إكرام مش عبادة. هامان عاوز الناس تسجد له كأنه يا الله. مردخاي رفض. هامان ينتقم لنفسه من مردخاي ويدبر له مكيدة ويعمل له صليب عشان يموته لأنه ما سجدلهوش. كلكم عارفين القصة، لما نقرأ سفر، لما تقرأ سفر أستير، آخر حاجة أنه هامان هو راس طلب على الصليب اللي صنعه لمين؟ لمردخاي. يا فاحة الحفرة وسع مراجيها تحفر حفرة لأخوك تقع أنت إيه فيها، ربنا يحمينا. يا مناس لما الملاك استعلى عندهم ينسوا ربنا ويتكبروا. كان في واحد زمان في بلد اسمها مغاغة اسمه عدي لملوم، ما عرفش حد يسمع عليه ولا لا. كان باشا كبير أو كان غني جدا، كان يجيب الفلاح من دول يقول له تعال قول يا رب هات لي جاموسة، يقول يا رب هات لي جاموسة، يقول له جاب لك جاموسة؟ جاب لك بقرة؟ لا. ده بقول يا عدلي بيه هات لي جاموسة، يقول لي عدلي بيه هات لي جاموسة، روح ياخد الجاموسة هناك. شوف البني آدم وصل به الحال يعني هو أكتر من ربنا. الإنسان لو ساب نفسه للكبرياء والحب المديح يضيع، ودي أول خطية ارتكبها الشيطان وأسقط فيها أبوينا آدم وحواء. يوم ما تاكلوا من هذه الشجرة تصيران مثل الله. الله ينجينا. طوبى للودعاء فإنهم إيه يرثون الأرض. إحنا عاوزين وداعة الأم العذراء، أمنا كلنا، نتعلم منها روح الوداعة، روح البساطة. والوداع والبساطة مش كلام لكن تصرف. أنا أذكر مدرسي بتاع مدارس الأحد وأنا طفل صغير
أتذكر روح الوداع اللي كانت فيه، فاكرها لغاية النهاردة، مر عليها يمكن 75 سنة وفاكرها. احنا عاوزين الناس تشوف فينا المسيح، تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. والوداعة لا تشترى، لكنها هبة، عطية يديها ربنا للإنسان اللي يطلبها. يبقى أول فضيلة عاوزين نتعلمها الليلة دي، ما ندورش على مديح الناس، والقصص كثيرة في الموضوع ده. تاني فضيلة باختصار، انشغالها بالله طول الوقت، طول الوقت مشغولة بربنا. طيب انا عاوزك تراقب نفسك، ولا تراقب نفسك لمدة ساعة بس، بتقول ربنا كم مرة وبتقول انا كم مرة كلامك؟ يعني هتلاقي نفسك أغلبية الوقت بتقول أنا قلت، أنا عمل، أنا شفت، أنا سويت. لو في ربنا، في ربنا في حياتك. العضلة انشغالها كله فين؟ في ربنا. لما تقابلت مع إليصابات ما قالتلهاش ازيك يا إليصابات، الحمد لله، مبروك يا إليصابات، ده الملاك قال لي انك انت حامل وصحتك عامله ايه يا إليصابات، وازاي يا ابويا زكريا؟ قالت كده العذراء؟ مش بتاعت الكلام ده. احنا بقى نحكي في الكلام ده لما نشوف بعض، نفضل نحكي ونقول ونعيد ونجيب ونقول ما فيش حكاوي. لكن ايه الكلام اللي تقوله العذراء؟ تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلص. تعالوا نشوف بعد كده ده ليه؟ لأن القدير صنع بي عظائم، لأنه الله نظر إلى اتضاع أمته، لأنه أنزل الأعزاء عن الكراسي، لأنه رفع المتضعين. كل ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، لكن هي عن نفسها ولا حاجة. زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول بعد كده، لا أنا بل مين؟ بل المسيح. الأنا دي عاوزين ننساها، ويبقى تفكيرنا كله في مين؟ في ربنا. شايف ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، مشغولة بربنا طول الوقت. واحنا بدل ما نركز على نفسينا، ياريتنا دايما نركز أفكارنا كلها وأقوالنا على ربنا. اشغل عقلك بربنا، وكل ما تشغل عقلك بربنا كل ما روح الله جواك انتعش. واللي يشغل عقله بربنا ربنا يملاه، لكن تشغل نفسك بذاتك مش هتوصل لحاجة، والشيطان هيبتدي يلعب معاك. ثالث فضيلة نتعلمها من الست العذراء الليلة دي، بركتها علينا وشفاعتها معانا، حياة التسليم وعدم الهم. ويا ما بنعول هموم احنا، يا ما طول الوقت مهمومين. والأمثال بيقول الهم في قلب الرجل يحني ظهره. فيش حاجة تجيب المرض للإنسان أكتر من عول الهم. والمسيح يا ما حذرنا،
ومعلمنا بولس الرسول يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء لتعلم طلباتكم لدى الله. العذراء كانت في ظروف صعبة جدا، ظروف تخلي الواحد يعول الهم، كانت صعبة ظروفها خالص، أصعب من ظروف أي واحد وحدة فينا. أولا يتيمة، يتيمة الأبوين وهي لسه صغيرة، عيلة صغيرة. مخطوبة الراجل عجوز، يوسف كان عنده حوالي 90 سنة يوم ما خطبوها له. عذراء وحامل، والحمل هيبان بعد شوية، مش حاجة تعول الهام برضو. المفروض واحدة غيرها في ظروف زي كده تقول هقول ايه ليوسف لما يشوفني كده، هقول له ايه وانا حامل دلوقتي، هقول ايه للناس لما اروح لاليصابات، يا ما تعرفش ان اليصابات عارفه، لما اروح لاليصابات هقول لها ايه؟ طيب اسافر ولا ما اسافرش؟ اروح ولا ما اروحش؟ طيب افرض يوسف مات، انا اروح فين؟ ولا حاجه من ده كله جه في بالها، ولا فكرت هيحصل ايه ولا هيجرى ايه ولا من ده كله خالص. هي بس فكرة ربنا وعقلها مع ربنا وفكرها مع ربنا وعلى عالة هم، ولا حاجة من ده كله خالص خالص. في ناس بيبقوا مسلمين لربنا ومستريحين. مرة واحد حكالي قال ان هو كان رايح دير السريان في رحلة، وكانوا طارعين كذا عربية مع بعض من القاهرة لدير السريان، وكان في أحد الأشخاص راجل بتوع ربنا كده، بناته راكبين في عربية وهو راكب في عربية. عربية الراجل وصلت الدير، العربية اللي فيها البنات اتأخرت، صديقه قاعد قلقان، يا ترى البنات هيروحوا فين؟ ايه اللي يرى؟ ايه اللي حصل؟ ابو البنات يقول ايه؟ ما تخافش يا حبيبي، ربنا معاهم، ما تقلقش، ربنا معاهم. فاللي بيقول الهم ده عاوز يقول الهم وبس، لكن الانسان المسلم والعربيه جات والبنات وصلوا بالسلام وما حصلش حاجه. عاوزين نتعلم ان احنا نسلم كل امورنا في ايدين ربنا ونتكل عليه، زي ما الولد الصغير كده بيبقى متكول على ابوه وعلى امه وعارف ان كل حاجاته مقضيه، وربنا وعدنا بكده. اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره، وهذه كلها تزاد لكم. رابع فضيلة عاوزين نتعلمها من أمنا العذراء الليلية دي، إنها كانت مطلعة على الكتاب المقدس. على أيامها ما كانش فيه العهد الجديد، كان فيه العهد القديم بس، وده واضح من كلامها. بتقول إيه؟ عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم آبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. يعني عارفة إن اللي ببطنها ده مين؟ من نسل إبراهيم. وابونا بولس الرسول شرحها بعدين وقال في نسله اللي هو المسيح وليس في الأنسال. ربنا قال له نسلك، ما قالش أنسالك، فنسلك اللي هو المسيح. هي مطلعة قارية،
يا ترى احنا بندرس كتابنا المقدس ولا ما بنشوفش الكتاب ده؟ يعني حاطينه في البيت كده زينة وخلاص. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة ربنا تعطيك حياة، كل ما تقراها روحك تنتعش. تهمل كلمة ربنا الروح تذبل وتضعف. ياريت دايما نتدرب على ان احنا كل يوم نفتح كتابنا ونقرأ فيه. والحاجة اللي مش فاهمها حاول تفهمها، مش قادر تفهم حط تحتها خط وتعالى قول لأبونا، قول للخادم، قول لأمن الخدمة، قول لأي حد. والحمد لله دلوقتي الكتاب المقدس موجودة ليه تفسير من أول سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا. أبونا تدرس يعقوب مفسر الكتاب المقدس كله من أوله لآخره. أبونا داود لمعي بيقضي محاضرات في الكتاب المقدس وكلنا بنسمعها في القنوات. يعني كل شيء أصبح دلوقتي متاح لينا. اقرأ كتابك، علم أولادك يقروه، افتح الكتاب في البيت، حاجة مهمة جدا جدا. يبقى كم فضيلة اللي لازم نتعلمها من العذراء نقولهم؟ الأول، أول حاجة إيه؟ لا نتأثر لا بالمديح ولا بالذم. ما تحطش سعادتك في أفواه الناس. واحد يمدحك تفرح، واحد يذمك تزعل. طالع نازل قصبة تحركها الريح، ما ينفعش، ما يهمكش، يقولوا زي ما هم عاوزين. المهم ربنا بيقول عليا ايه. كان كلاهما بارين امام، ها، امام الناس، امام الله. كل حاجه نعملها قدام ربنا. يبقى اول حاجه لا تتاثر بالمديح ولا بالذم. ثاني حاجه الانشغال بالله طول الوقت. طول الوقت خليك مشغول بربنا، حتى وانت شغاله في المطبخ ولا بتعملي اي حاجه كده، قولي في سرك يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح توبني. يا رب خليك على طول اسم رب يسوع المسيح في قلبك وفي عقلك، هتلاقي ربنا يسوع المسيح دايما قريب منك، قريب منك. ثالث حاجه التسليم وعدم الهم. الترنيمه بتقول ايه؟ ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، إلهك حي ما بينامش ومالوش حدود. رابع حاجة إنها إيه؟ دارسة وقارية كتاب مقدس مع إنها لسه كانت سن صغير. ناخد أربع تدريب نطلع بيهم الليلة دي من فضائل أمنا العذراء. أول حاجة قبل ما تتكلم احسب كلامك، شوف نفسك هتقول إيه. ما يبقاش الكلام على البطال وعلى المليان. يا ما ناس تقعد معاها تكلمك في السياسة وفي الاقتصاد وفي الدين. ده واحد مرة قعدت مع واحد خلى دماغي قد كده، عمال بيوعظ فيا ويكلمني في العهد القديم والعهد الجديد وعمال. طيب يا حبيبي حاضر 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 حاضر. يا ما ناس كده تتكلم كتير تشبعش كلامها بقى. قبل ما تتكلم احسب كلامك.
ساعات نقعد نتكلم مع بعض على الأكل وعلى الشرب وعلى الملابس وعلى الأزياء وعن المسلسلات وعن البطل بتاع الفيلم وعن المسلسل وعن الكورة وعن بطل الكورة وحافظين أساميهم كلهم وحافظين مش حافظين أسماء القديسين وحافظين أسماءهم كلهم واحد واحد. العذراء ما كانش كده، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها فين؟ في قلبها. قال الحكيم: كثرة الكلام لا تخلو من معصية. تكلمت فندمت، أما عن السكوت فلم أندم أبدا. وإن كان الكلام من فضة يبقى السكوت من إيه؟ من ذهب. مرة واحد هو على فراش الموت حب يوزع الثروة بتاعته على أولاده، ثلاث أولاد، قال لهم تعالوا كل واحد فيكم يقول لي عاوز يبقى زي أنهي طير من طيور السماء. ولد قال له: يا بابا أنا عاوز أبقى زي النسر ملك الطيور، أطير في الجو وانقض على الفريسة وأكلها. قال له: لا، ده أنت إنسان وحشي بقى، تاخد الأراضي اللي في الحتة اللي فيها الناس الوحشيين دول، الناس الصعبين، تبقى زيك زيهم كده. وأنت يا ابني؟ قال له: عاوز أبقى زي الحمامة يا بابا، مسالمة ووديعة وهادية. قال له: أنت تاخد الأرض الحتة الفلانية، الناس اللي فيها ناس إيه؟ ودعاء وطيبين والطيور على أشكالها تقع. جاي للواد الثالث: وانت يا ابن عاوز تبقى زي مين؟ قال له: يا بابا انا عاوز ابقى زي البجعة. قال له: ايه البجعة دي؟ قال له: واحدة يا بابا زورها طويل قوي قوي. قال له: طيب وايه الحكمة في كده؟ قال له: قبل ما اقول الكلمة افضل امتحنها 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 لغاية ما توصل عند حلقي، لقيتها منها فايدة اقولها، ما لقيتش منها فايدة ما اقولهاش. قال له: انت ما تاخدش حاجة، حكمتك هتخليك تبقى احسن واحد في اخواتك. يا ريت نحن نتمثل بالحاجات دي، يا ريت. يعني مش بقول لكم كده يعني نبقى ناس يعني نقعد في القعده ساكتين خالص، لا، نتكلم بس في الحاجات الحلوه، في المعقول، في الكلام الموزون، في الكلام اللي يفيد، في الروحيات. تلاقي حد ماسك السيره كده وعمال بيدين في حد، حول مجرى الموضوع كده لحاجه ثانيه. هات سيره قديس، هات سيره معجزات البابا كيرلس، هات حاجات حلوه تفيدك وتفيد الاخرين. ما يبقاش الكلام عن البطال وعن المليان، لا، كلامك يتعب، بكلامك تتبرر وبكلامك ايه؟ تدان. خلي بالك من لسانك، ده يعقوب الرسول بيقول اللسان ده نار. خلي بالك من لسانك. اول تدريب: احسب كلامك قبل ما تقوله. زي العذراء كده كانت ايه؟ لا تنطق الا بكل فضائل. تاني حاجة: انشغل بربنا طول الوقت، خلي ربنا في قلبك على طول، بدل ما تنشغل بهموم الحياة وإيه اللي حصل في الماضي مش هتقدر تغيره، إيه اللي هيحصل في المستقبل مش هتقدر تعرفه. لا تهتم للغد ولا بالماضي، خليك في اللحظة اللي أنت فيها. ما تهتمش أوي برأي الناس فيك، اهتم برأي ربنا فيك. حول أفكارك كلها إلى صلاة، اقرأ كتابك المقدس، ده يضبط أفكارك، يخلي أفكارك مظبوطة كده وكويسة قوي قوي. واحفظ آيات، وكل ما كنت كده كل ما ينطبق عليك من الكنز الصالح تخرج صالحة. أصل عقل الإنسان عامل زي الكمبيوتر، رابش إن رابش أوت، تدخل فيه رابش يطلع لك إيه؟ رابش. تحط فيه حاجات حلوة تطلع منك حاجات إيه؟ حلوة. فعلى حسب ما بتستقبل على حسب ما بتدي. استقبل كلام الله، استقبل كلمة ربنا في الإنجيل، في العظات، في الحاجات دي، زي قلبك جواه مخزون صالح يطلع في كلامك.
يبقى تحسب كلامك قبل ما تقوله. انشغل بالله طول الوقت. ثالث حاجة نتعلمها من أمنا العذراء، لا تتأثر بالمديح ولا بالذم. إذا مدحت تذكر ستر ربنا عليك. لما الناس يمدحوك أشكرك يا رب إن هم ما شافوش إيه؟ أخطائي. لو شافوا أخطائي مش هيمدحوني. شكرا ليك يا رب. افتكر أخطائك، افتكر خطاياك. إذا واحد ذمك تذكر إن المذمة دي لمنفعتك. داود النبي مرة كان ماشي وجه واحدة مشمعي ابن جيرة، قال له روح يا راجل يا سفاك الدماء يا قاتل يلي وفضل. قام الراجل اللي معاه السياف قال له اسمح لنا أضربه بالسيف. قال له لا، الرب قال له سب داود. ربنا هو اللي خلاه يعمل كده، ده تأديب لي أنا، ده أنا استاهل ده كله. كل حاجة استقبلها من عند ربنا، تلاقي نفسك إنك أنت إيه استفدت. بلاش التفاخر. يا من ناس مرة واحدة ست بتكلم واحدة ست تانية ابنها دكتور، دي واقعة حصلت أنا شفتها قدام عيني الحكاية دي. بتقول لها ازيك يا أم فلان، بلاش أذكر اسمه. قالت لها لا ما تقوليش يا أم فلان. قالت لها أمال أقول لك إيه؟ قالت لها قولوا لي يا أم الدكتور. الافتخار بقى بالأصل والحسب والنسب. مرة واحد كان مدير جامعة القاهرة، وبعدين راح يزور بلدهم، فطبعا البلاد اللي حواليه كلها راحت تسلم عليه. هو كان من عيلة بسيطة، فواحد حب يحرجه يعني، قال له يا دكتور انت من أنهي عيلة؟ قالوا لا تسأل عن أصل المرء ولا فصله، إنما اسأل عن عمله. اسألش عنه ده من مين ولا من عيلة ايه، اسأله عن عمله، عن فعله، عن حياته. هو ده الأصل. الإنسان أصل الإنسان فعله. وإحنا يا منا بقى نقعد نقول ونجيب كلام وحديث ونلف عشان بس نوصل إن قريبي فلان ولا ومش عارف ايه، وجبت العربية والعربية ما ده. الواحد لو جاب عربية والناس ما قالولهوش يا باشا يتكبس ويزعل ويحسن. ولو واحدة جابت فستان كمان ومحدش قالها ايش ايه ده كله، تروح البيت حالها حال عشان ما لهاش الحاجة. ايه الفخامة دي؟ غلابة. احنا صدقوني غلابة في حاجات كتيرة وبنبقى غلابة. ما تحطش بالك على الحاجات دي كلها، بلاش تفكر فيها كتير. يبقى احسب كلامك، انشغل بربنا، ما يهمكش كلام الناس، بادر بخدمة البعيدين والقريبين، اخدم. العذراء لما الملاك بلغها وقال لها لطبات نسيبتك حبلى بابن في شيخوختها، ما قالهاش روحي لها، هي اللي راحت لوحدها كده رايحه تخدم. قالت ده واحده ست كبيره وعجوز، انا اروح اخدمها. العذراء خدمت في الهيكل، خلي بالكم في الهيكل. تفتكروا كانت بتعمل ايه العذراء؟ كانت بتشيل الزبالة. طبعا انتوا عارفين الدبايح والروط، العذراء كانت بتشيل الحاجات دي وتطلعها بره الهيكل. ادي شغلتها، خدمت في الهيكل اقل خدمة. خدمت يوسف النجار في بيته الراجل العجوز. خدمت في الهيكل، اخدم هيكل قلبك.
خدمت في بيت يوسف اخدم في بيتك. يا ما ساعات احنا بنشغل بالحاجات اللي بره وننسى بيوتنا. البيت وزنه مهم جدا، ناخد بالنا منها، ناخد بالنا من اولادنا ومن بيوتنا، لان هي دي الاساس اللي بيطلع منها كل حاجه حلوه. هم البطاركه طلعوا منين؟ من بيوت مسيحيه، من بيوت ناس بسيطه وحلوه جدا، ومطارنا والناس الحلوه كلها. اخدم خدمة يوسف، ودي إشارة أنك تخدم في بين في بيتك. خدمة عرتقان الجليل، القرايب والأصدقاء ليس عندهم خمر، تهتم بالآخرين فرحا مع الفرحين. في ناس تحب تخدم. يعني مرة سمعت حكاية الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف. الراجل ده كان راجل وديع جدا وكان طيب خالص. أنبا أثناسيوس حكت لنا مرات ابونا طليف سوريال الله ينيح نفسها، لما كان يروح يزورهم في البيت ويبات عندهم، كان ما كانش يخليها تشتغل حاجه في المطبخ خالص. هو اللي يغسل المواعين بتاعه المطبخ، وهو اللي ينظف، وهو اللي يعمل كل حاجه. يا سيدنا مالكش دعوة، أنا عاوز كده يخدم. تعجبني واحدة لما تروح تزور جارتها كده وتكون قريبتها ولا حاجة، وست كبيرة تخش المطبخ وتشغل وتنظف وتعمل وتشتغل، تساعدها، مش تقعد لما يجيبوا لها القهوة والشاي بقى ويقولوا لها سهلا ونورتينا. لا، عاوزين نتعلم روح الخدمة. اللي عنده روح الخدمة بيخدم في كل مكان، في الكنيسة يخدم، في على الناس يخدم، روح الخدمة جواه. زي العذراء كده لما راحت لإليصابات وخدمتها لغاية ما ولدت يوحنا المعمدان. يبقى خدمت في الهيكل، وخدمت يوسف النجار، خدمة العائلة والأقرباء، خدمت أيضا تحت الصليب. تحت الصليب يعني خدمة مين؟ المتألمين. ياما في ناس مجروحين، ياما في ناس تعبانين ومتألمين، لازم نقرب منهم، لازم ناخد بالنا من صغار النفوس، ناخد بالنا من الناس التعبانة. ياما في أسر مستورة وتعبانة لكن ما تقدرش تقول أنا تعبانة. نخلي بالنا من الحاجات دي ونهتم بيها ونخدمها. ده اللي عاوز ربنا. ربنا عاوزك تكون خادم ليه في كل مكان. ما تقولش أنا ماليش دعوة بالخدمة. الخدام مش الكهنة والشمامسة بس، ولا الخدام، لا، كلنا خدام. حتى أبونا لما بيقرأ تحليل الخدام بيقول يا رب عبيدك خدام هذا اليوم، الكهنة والشمامسة وكل الشعب. يبقى دول كلهم إيه؟ ما احنا كلنا خدام في القداس. مش كنا بنقف ونقعد ونصلي وخدمة؟ احنا كلنا خدام نخدم ربنا. العذراء كمان خدمت لما فكت الحديد بتاع متياس الرسول. لما متياس كان مربوط بالسلاسل، وراحت العذراء وطلبت من ربنا يسوع المسيح انه يحل الحديد. اتحل الحديد اللي في المدينه كلها، المدينه امنت بالمسيح، صارت كارثه. هي لا وعظت ولا عملت اجتماعات ولا حاجة، لكن خدمت. اخدم بكل ما معاك من إمكانيات، ربنا هيبارك خدمتك. ده مرة في عيلة صغيرة في بيت نعمان السرياني، واحدة أسيرة، لما لقت نعمان السرياني مضروب بالبرص قالت لها ايه رأيك يا ستي؟ قالت لها نعم، لازم تخلي سيدي نعمان يروح لإليشع النبي
اللي موجود في اسرائيل ربنا يشفيه. قالت لها ماشي. راح نعمان وشوفي بسبب مين الطفلة الصغيرة دي العيلة. ممكن لو انت عندك تقول يا رب علمني اخدم، انا ما استحقش، اديني دايما اني اخدمك في كل مكان، في الهيكل، في بيت المسنين والمسنات، تحت الصليب، في الكرازة، في بيت يوسف، في أي مكان يا رب، عند الإصابات. خدمة العذراء كانت تتميز بثلاث حاجات: مصحوبة بالصلاة، مصحوبة بالصلاة والمحبة والتواضع. صاد صلاة، ميم محبة، ت تواضع، صمت. دي العذراء. بركتها المقدسة تكون معنا، تباركنا جميعا بكل بركة روحية، وتشفع فينا أمام ربنا يسوع المسيح، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.